وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا اليوم الفنانة اليمنية نجوى الطشي. نجوى أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. هاي. أهلين نجوى. نجوى بالبداية لو تعرفين عن نفسك، من هي نجوى باختصار؟ أنا نجوى كاتبة وفنانة وملحنة أغاني. جميل، فقط هذا؟ إيش درستي؟ فقط. أنا أدرس حالياً موسيقى. جميل، طيب نجوى لك قصة خروج جميلة من اليمن، لو تحكيها لنا. أنا بدأت أولاً كنت أنا طول حياتي في اليمن. بعد الحرب لما خلصت الثانوية وهذا اكتشفت إنه حبي والأشياء اللي اشتغلها مش موجودة يعني المجال في اليمن، فأهلي شجعوني إنه أروح مثلاً خارج اليمن عشان أدرس هذا المجال. جميل حصولك على التشجيع من أهلك، لكن قبل ما أروح ونشوف لك مقطع بسألك عن ظهورك الأول، كان ربما في 2016 بحسب ما قرأت، فلو تحدثيني عن ظهورك الأول أمام الجمهور. هو أول ظهور لي كان وأنا عدني صغيرة في صف الثالث، بس يعني بروفيشنال ظهور كان في 2016 في معهد يالي. أرسلت لهم واحد من مقاطع الصوتية لي للمدرس، كنت بس بنروي يعني just showing him what I can do، وهو رسله للبرنسبل وقالت طبعا هذه مش معقول أن تكون يمنية، ضروري نفعل مثلا حفلة عن السلام والحب بمناسبة هذا العمل. فأخرجنا أنه نعمل event كبير عن المواهب وأنه السلام والحب. جميل، طيب ايش رايك نروح نشوف مقطع من مقاطعك اللي غنيتيها واديتيها، وبعدين نرجع نتكلم اكثر عن هذا الموضوع بالذات، عن خروجك من اليمن وعن العادات وعن اللي قيدك في اليمن، تمام؟ يلا. كان ظهورك قليل يا نجوى في اليمن قبل ما تخرجي تقريبا، ايش اللي كان يمنعك من الانطلاق في بلدك الام؟ انا كنت منزوية عن الناس، يعني حتى لما كنت اروح للمدرسه ما كنتش يعني اختلط مع الناس كثير، كنت دائما على طول بس في غرفتي اسجل اغاني اكتب اغاني بس منزوية يعني في عالمي الخاص. فما كانش عندي سكيلز انه اختلط مع الناس او ارويهم، او مثلا بدات اروي بعض الناس مثلا اصدقائي وهذا، بس ما كانش يعني يتقبلوا الموضوع لانه مثلا كان انجلش وحاجه غريبه وصوتي يعني كانه نشاز. فوقفت من الموضوع، يعني قلت هذا المجال مش لي هناك. طيب يعني هي كانت معك احلام كثيره والبيئه اللي كنت فيها محافظه وتميل للانغلاق، هكذا هي اليمن. كيف تعاملتي معها قبل الخروج؟ حبستي احلامك ولا روضتيها بحسب البيئه، وبعدين لما خرجتي انطلقتي؟ ترويض طبعا، يعني ترويض الى الان، يعني مش قصه ترويض بس انه يعني في حدود الفن، يعني معروف الفن بين كل الناس، بس يعني
مثلا حتى لما كنت اظهر في مثلا مهرجانات في اليمن او شيء كنت لابسه الحجاب وعادي بالبالطو، مش قصه انه ضروري احط مكياج ومش عارفه ايش، يعني مش قصه التبرج، الفن غير التبرج بشكل. ومع ذلك يعني ما كانش في تقبل تقولي، صحيح؟ يعني كان في تقبل قليل. هي طبقه معينه فقط اللي تتقبل. مع ذلك يعني فرحانة أنك لقيتي أحلامك برا وأنك لحقتيها لبرا وأنك الآن تعيشي حياتك كما تحبي كما تختاري. طيب كان لك تجربة مؤثرة أيضا في التطوع بتعليم الموسيقى، نحب نعرف عنها أكثر. أنا اخترت أنه أشتي دروس الموسيقى لأنه ما بش شخص أنا أعرفه مثلا فنان يمني أو عربي إلى الآن أنه درس مجال contemporary music على اساس انه بروفيشنال في البكالوريوس، يعني في هذا المجال. فانا قدني الان في السنه الاخيره لي في البكالوريوس وبدرس ان شاء الله السنه الجايه الماستر. فهذا التوب الحلم اللي انا بين احاول اوصل، يعني مش معناته انه انا خلاص بين اغني انه مش فاهمه شيء في الموسيقى، انا ضروري اتعلم، يعني ضروري افهم القواعد، ضروري افهم الهيستوري، ضروري افهم صحيح كل حاجه عشان هو فن في الاخير. صحيح. طيب انت كاتبة اغاني ومغنية، البداية كانت بتعملي كفرز وبعدين رجعتي تكتبي وتغني الاغاني اللي تكتبيها، متى كانت بداية الكتابة وكيف؟ بداية الكتابة لي لما سافرت من اليمن الى بيروت، فالانستيتوت اللي انا كنت موجودة فيه سمعتهم واحدة من الأغاني حقي، فهم قالوا واو يعني ضروري ندخل الاستوديو ونسجل هذه الأغنية الآن. فقلت لهم أوكي يعني، بس يعني وهكذا بدأت. يعني كان دائما لي تشجيع من الناس اللي كنت أشوفهم كنت أقابل. طب هل فكرتي في استغلال موهبتك في إيصال رسالة للعالم عن الوضع اليمني؟ طبعا إلى الآن بنحاول، يعني معي بعض البرودوسرز اللي هم مثلا عايشين في كندا، يمنيين عايشين في كندا وفي امريكا، بيحاولوا مثلا يكتبوا مثلا اغاني ولا يعملوا بيتس وهذولا، واحنا بنحاول الان نفعلهم، بس الى الان عاد ما بش اي شيء اخرجنا. قلتي نحن، بس اكيد من هذا تقصدين الموضوع بنحن؟ يعني في قلتي احنا نحاول، من تقصدين باحنا؟ انا والبرودوسرز. يعني الناس اللي انا بنتعامل معاهم. جميل. طيب انت دائما الاغاني اللي لقيتها لك فقط في اليوتيوب كلها انجليزي، ما تفكريش تغني بالعربي؟ هو انا اكشلي يعني بدات اغني بالعربي اصلا، انا ماليش يعني حس في الطرب وهذا ما بكذبش، بس انا بدات اغني بالعربي لما كنت بندرس في ثالث ثانوي، لما كان معانا الدروس الاناشيد العربيه منها حق المتنبي، فانا كنت بين الحنها عشان احفظها لثالث ثانوي، فهكذا بدات. بس حتى لما كنت اروي الناس كانوا يقولوا انه هذا يعني شيء غريب ما بيعجبناش هذا، فانا بطلت. تتكلمي عن ايام زمان، في ايام زمان اكيد كان والدك فنان معروف الان الاستاذ احمد الطشي، واستضفناه هنا من قبل في البرنامج، ايش تاثيره عليكي؟ تاثير كبير طبعا، لانه هو واحد من الناس اللي هم اكثر شيء بيشجعوني في هذا الموضوع، انه هو كان دائما يعني يقول لي لا تدرسي حاجه ثانيه غير الموسيقى، نشتكي تطلعي مثلا فنانه، نشتكي تدخلي في هذا المجال، لما كنت حتى انا مش راضيه ادخل في هذا المجال مع العادات والتقاليد والعوائق، فهو بس كان يشجعني فيه وانا مشيت. رائع، ما فيش اجمل من اب كذا. طيب انت كمان تعزفي على الجيتار ربما، صحيح؟ يس. الالات اللي تعزفيها عليها فقط هي الجيتار ولا برودكشن بس؟ بيرفكت. طيب الان طالما تكلمنا عن عزفك وكتابتك للاغاني واغانك وصوتك الجميل، ايش رايك تسمعينا اي مقطع من الاغاني اللي كتبتيها؟ اوكي. هذه واحده من الاغاني اللي كتبتها عن انه الحياه، انه ضروري نستمر في الحياه حتى لو في حرب او في موت او في ايش ما كان، انه الحياه رب في الاخير تستمر. يلا تفضلي. Look at the sun, I wish eyes for you.
got the sun so clear and blue. Wake up and dry your eyes, look up so high. Let the sun bless you with its light. We all feel below from time to time. We all feel below. Time to time. Ooh, we all feel below from time to time. But it's all I'll we'll get by, cause it's just night. Oh, 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 oh. الله يا نجوى. نجوى ايش طموحك بعد 5 سنوات؟ فين تشوفي نفسك؟ يكون مثلا عندي جامعة أو مدرسة موسيقى مثلا في اليمن. جميل جميل، أشكرك جزيل الشكر نجوى، كانت مقابلة جميلة جدا، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا.